مفيش جديد، الأهلي بطل دوري أبطال أفريقيا الحمد لله، بطولة غالية، بطولة كبيرة، والأهلي اشتغل عليها بشكل كبير جدا. لما تبقى حاطط هدف قدام عينيك بتسعى ليه بكل ما أوتيت من قوة، وفي الآخر بتستنى التوفيق من عند المولى عز وجل. الحمد لله كنا موفقين جدا جدا في البطولة بشكل كامل، والحمد لله مجهودنا تكلل بالنجاح وبهذا اللقب الغالي والمهم جدا وأغلى لقب في القارة الأفريقية. لازم ندي كل واحد حقه بصراحة، يعني في ناس كتير جدا محتاجة ان هي تاخد حقها بعد بطولة غالية زي دي. خلينا نبتدي كده ايه برأس المنظومة الأهلاوية، مجلس إدارة النادي الأهلي، وعلى رأسه الكابتن محمود الخطيب. وممكن حد يقول لي اصل انت بقى في قناة الأهلي ولازم هتقول كلام حلو على الكابتن محمود الخطيب. الكابتن محمود الخطيب مش مستني العبد الله يقول عليه كلام حلو، ولا مستني اي حد يقول عليه كلام حلو بصراحة، يعني لان الراجل بيشتغل صح. الراجل حارب او تحارب، مش حارب، هو تحارب بشكل غير مسبوق غير مسبوق. انا من ضمن الناس اللي اشتغلت مع مختلف مجالس الادارات في النادي، ثلاث مجالس ادارات اشتغلت معاهم كلهم محترمين، يعني كنت موجود فيهم وهم موجودين يعني، لكن ما شفتش حرب زي دي على الكابتن محمود الخطيب حصلت على اي حد تاني. انك تقدر تتجاوز كل العقبات دي، وانك تقدر تقف على رجلك رغم ان الكل كان متكاتف عليك وعلى محاوله افشالك، وتوصل بالارقام دي والانجازات دي، فلا لازم نسقف له، لازم بصراحه. يعني عمل مجهود كبير جدا، مشي باخلاق ومبادئ الاهلي في اوقات صعب جدا جدا انك تحافظ على مبادئك واخلاقك، لكن هو ده عشان النادي الاهلي، هي دي عشان قيم وتقاليد النادي الاهلي. غصب عنك انت لما بتخش المنظومه دي بتلاقي نفسك بقت ترس في السيستم، خلاص بتتعود على اسلوب معين على طريقه معينه. فلازم نحيي ونشكر كابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته المتفاهم المتجانس. شفنا امبارح صور كتير جدا ولقطات كتير جدا للحب الواضح ما بين اعضاء مجلس اداره النادي الاهلي، كلهم سافروا على هناك عشان يبقوا ورا الفرقه ويحتفلوا بالبطوله، والحمد لله احتفلوا. احنا كان ناقصنا بس الجمهور يبقى في الملعب، جمهور النادي الاهلي، وهيحصل قريب ان شاء الله باذن الله هيحصل. فكل التحيه والتقدير ليهم. الجهاز الفني للنادي الاهلي، الفريق الاول لكره القدم، جهاز فني مميز قوي، من الناس اللي بصراحه موسيماني تقطع تقطيع من ساعه ما جه النادي الاهلي، وانا بشوف ان ده كان تفكير من البعض عنصري، البعض القليل جدا، تفكير عنصري منهم وانتقاد، مجرد انه انتقاد عنصري. ماشي، هما واحد ولا اتنين، يعني واحد ولا اتنين اللي مسكوا الراجل ده هو عايزين، هو فاشل، لا مش نافع يا راجل ده، طب هو كسب، لا برضه الراجل، طب الماتش ده عمل ماتش كويس، لا مش اختبار، ده الاختبار الحقيقي الماتش الجاي، يجي الماتش الجاي يكسبه موسيماني يقول لك لا الاختبار الحقيقي الماتش اللي بعده، يعمل ايه تاني الراجل؟ جاب بطولات كتير جدا للنادي الاهلي في فتره زمنيه قليله. الراجل جه في شهر 10، احنا في شهر كام دلوقتي؟ في شهر 7، 9 شهور تقريبا، 9 شهور موسيماني بيجيب دوري ابطال افريقيا مرتين، والناس كانت بتقول اصل هو فايلر ده كان شغله السنه اللي فاتت، وهو لعب 3 ماتشات خد البطوله. طب هو لعب البطوله من اولها وخد البطوله اهو، ماشي كويس في الدوري، وده دي جزئيه ثانيه هنتكلم فيها. خد كاس مصر، خد السوبر الافريقي، خد يعني بطولات كتير، فان شاء الله باذن الله كمان يجيب لهم بطولات اكتر واكتر بالمجلس ده كله. واضح يعني احنا شايفين الكابتن محمود الخطيب، دي لقطات من بعثة الاهلي وهي راجعه في المطار، شايفين الكابتن محمود الخطيب واضح ان رجله يعني تعبانه شويه، ربنا يديله الصحه يا رب ويشفيه ويعافيه باذن الله. لكن حاجه مهمه وحاجه كبيره، ورغم كل المصاعب البدنيه والصحيه هو دايما ورا الفرقه ودايما في ظهرهم. فالفرحه حلوه، الفرحه حلوه، مفيش كلام، والاهلي بطل وهيفضل بطل، وان شاء الله باذن الله بطولات كتير جدا جدا من خلال النادي الاهلي يفرح بيها جمهوره العظيم في كل مكان. ومش هنشبع زي ما اتفقنا، احنا لسه عندنا اهداف وطموحات كتير جدا عايزين نحققها، وبطولات كتير جدا عايزين نكسبها. ماتش كايزر تشيفز امبارح ماتش كان صعب قوي قوي، ممكن البعض يقول لك لا فرقه سهله، الفرقه مش اقوى حاجه، خلينا متفقين الفرقه مش اقوى حاجه، لكن بعد اذنك وانت بتفكر كده بعد الماتش بتاع الاهلي امبارح تقول اي حد هيلاعب كايزر تشيفز هياخد البطوله، ماشي
ما تبصش على الماتش ده بس، بص على مشوار الاهلي في البطوله كلها. مشوار الاهلي كان عامل ازاي في البطوله كلها، بدايه من دور ال 32 وانت طالع بقى لحد النهائي. انت قابلت سان داونز اللي كان حظه وحش انه قابل النادي الاهلي، لكن هو افضل فريق من افضل الفرق الموجوده في القاره. سان داونز كسبته هنا وتعادلت مع هناك. قابلت الترجي، الترجي ده ايه؟ ده الترجي ده فرقه تقيله جدا جدا، كسبته بره ملعبك، كسبته هناك وكسبته كمان هنا 3. تمام؟ قابلت فريق زي فيتا كلوب الكونغولي في مباراه كانت حاسمه جدا في مشوارك بره ملعبك، بعد ما تعادلت باخطاء تحكيميه واضحه جدا هنا في مصر، لا بره ملعبك رحت اديته 3-0. فانت تستحق ولا ما تستحقش؟ لا طبعا تستحق، بغض النظر بقى مين المنافس اللي جالك في الاخر، ايا كان مين اللي كان هيلعبك في النهائي، انت كنت قادر انك تكسبه عشان انت النادي الاهلي، عشان عندك امكانيات مميزه جدا من اللعيبه. اللعيبه دي بقى بالمناسبه اللي لازم برضو نديهم حقهم، الناس دي اللي بعد كاس العالم للانديه وبعد ما خدوا البرونزيه ناس كتير قالت لك خلاص اللعيبه دي شبعت، لان كان في كام ماتش كده ادائنا فيه وحش، اداء الاهلي فيه كان وحش، ما كانش حد بيبص خالص ليه ايه للماتشات المضغوطه ولا الغيابات اللي موجوده ولا كلام من ده، لا كله قال لك المدرب وحش والفرقه دي شبعت وما ينفعش ولازم نعمل وقفه، مش كله طبعا يعني البعض. وقال لك مش عايزين خلاص بطولات هم كده وزهقوا من البطولات، لا طبعا مفيش الكلام ده، كان الرهان واضح جدا جدا من بعد كاس العالم للانديه عند اللعيبه دي ان هم عايزين يعيشوا اجواء كاس العالم للانديه تاني بعد ما خدوا الثالث، وكانوا حاطين هدف لنفسهم ان هم لازم يرجعوا كاس العالم للانديه لما ياخدوا البطوله دي، وفعلا اشتغلوا وردوا على كل الناس. هم برضو لعيبه بنفس ثقافه الجمهور النادي الاهلي، احنا ثقافتنا ان احنا دلوقتي اي بطوله عايزين ندخل فيها نكسبها باذن الله. فبالتالي ده امر غايه في الاهميه وحاجه تحسب للجهاز الفني واللاعبين والمنظومه كلها. انا بصراحه عندي كلام كتير جدا جدا، يعني مش عارف ابتدي منين ولا اختم بايه، بس الواحد غايه في السعاده والفرحه والانبساط بعد هذا التتويج الغالي وبعد هذه الألقاب المميزة اللي بيحققها النادي الأهلي والإنجازات الكبيرة اللي بيحققها النادي الأهلي.